السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا في الفيديو ده عن صاحبة الجمال الحزين الأميرة فوزية فؤاد. ولدت في 5 نوفمبر سنة 1921. كانت أميرة مصرية بنت الملك فؤاد الأول ملك مصر والملكة نازلي، وتبع أخت الملك فاروق. تزوجت من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي في 16 مارس 1939. تم الزفاف في القاهرة، ثم بعد سفرها إلى إيران تم الاحتفال بالزفاف مرة أخرى في طهران. وبعد عامين من زواجها تقلد زوجها محمد رضا مقاليد الحكم بعد الغزو الروسي البريطاني لإيران، والذي أجبر أباه رضا بهلوي على التنازل عن العرش ومغادرة إيران منفيا إلى جنوب إفريقيا. 27 أكتوبر 1940 أنجبت ابنتها الوحيدة الأميرة شاهيناز بهلوي. تم الطلاق بين الإمبراطورة فوزية والإمبراطور محمد رضا بهلوي في القاهرة بعد إصرار شقيقها الملك فاروق على الطلاق في سنة 1945، وهذا الطلاق تسبب في وقوع أزمة بين مصر وإيران. الزواج الثاني للأميرة فوزية. تزوجت الأميرة فوزية للمرة الثانية من العقيد إسماعيل شيرين أحد أبناء عمومتها البعيدين في مارس سنة 1949، الذي كان آخر وزير للحربية والبحرية في مصر قبل ثورة 23 يوليو. أنجبت الأميرة فوزية من زوجها الثاني ابنتها نادية في عام 1950، التي تزوجت من الفنان يوسف شعبان، ثم وقع الطلاق بينها عام 1955. وفاة الأميرة فوزية. ظلت الأميرة فوزية مقيمة في مدينة الإسكندرية ولم تغادرها بعد قيام ثورة 23 يوليو، وعاشت باقي عمرها في مصر حتى توفت في الثاني من يوليو سنة 2013 عن عمر 91 عاما. وشيعت جنازتها في 3 يوليو من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ودفنت إلى جوار زوجها الثاني العقيد إسماعيل شيرين.